suppose that from A اللي هي عند ال origin to B اللي هي عند 3 meter the electric field is uniform and given by 400 و 0 و 0. طبعا احنا يهمنا اتجاه ال x لان الفرق في ال space displacement بس في اتجاه ال x, ما فيش فرق في اتجاه ال y لا من ال A لل B ولا من ال B لل C. فيهمنا ال E x اللي هو 400 component ال E x, and from B اللي هي عند 3 meter to C اللي هي عند 5 meter ال E 1500 و0. يهمني طبعا ال 1000 لان دي في اتجاه الاكس كومبوننت اتجاه الواي, مفيش فرق بين السي والاي اللي هو عايز الدلتا في بينهم في اتجاه الواي. بيقول لي وات ذا بوتنشال ديفرنس في سي ناقص في, يعني دلتا في في اتجاه اللي هو سي ناقص اي اكس هيساوي ماينس سيجما الاي في الدلتا اكس, وبالتالي ماينس هنا في 400 كومبوننت والفرق بي ناقص اي طبعا ده زيرو في 3 زائد من هنا لهنا الفرق 1000 اللي هو الاكس كومبوننت, وفي الدلتا اكس 5 ناقص 3 2 يبقى دي 3 ناقص 0 وهنا 5 ناقص 3 يبقى ماينس 1200 و 1000 دول على بعض 3200 يبقى ماينس 3200 فولت. يعني ال A أكثر من ال C ب 3200 فولت, ال C أقل من ال A ب 3200 فولت. طبعا الكتريك فيلد ماشي من ال A لل C وبالتالي ال A أعلى من ال C, فلازم C ناقص A تطلع نيجاتيف.